الوحدة التانية بتتكلم عن الحركة والتوقف، امتى اقدر اتحرك وامتى بقف. اي جسم بيحتاج انه يبقى فيه قوة عشان يقدر يتحرك. لما يتحرك الجسم ده معناه ان فيه قوة اثرت عليه، وحركة كل جسم بتختلف من حاجة للتانية. يعني الطيارة مثلا مش هتتحرك زي الشاحنة، الطيارة بتتحرك بسرعة أكبر من الشاحنة، لأن الطيارة فيها محرك قوي جدا أقوى من الموجود في الشاحنة. وعشان الشاحنة تقلد الطيارة، العلماء عملوا شاحنة اسمها تشوك ويف، ودي فيها 3 محركات من بتاعة الطيارة، فسرعتها قدرت توصل ل500 كيلومتر في الساعة. ولدرجة ان هي سريعة ما نقدرش نوقفها غير لما ركبوا فيها 3 مظلات عشان تبطأ وعشان تقف. يعني كمان بقيت سريعة جدا وتقدر تقف. الحاجات اللي حوالينا بتتحرك بقوة أثرت عليها، زي قوة الدفع ان يزق حاجة، زي ما انت بتزق الكرة جامد بتشوط الكرة جامد وبتجيب الجول. كمان بقدر احرك العجلة بتاعتي، حتى الهواء اللي حواليا عنده هو كمان قوة، فأقدر أشوف إنه بيحرك أوراق الشجر. ولما جربنا نجيب طفاية حريق وشغلناها وربطناها في عربية، قدرت تحرك العربية عن طريق القوة اللي بتخرج منها. الجسم اللي بيتحرك ما يقدرش يتحرك غير لو فيه قوة أثرت عليه. فالجسم الساكن أو الواقف لازم يكون فيه قوة، والقوة نوعين، يا إما قوة دفع فالحاجة تبعد عني زي المرجيحة وزي عربية الحديقة، أو قوة سحب يعني الحاجة تقرب مني. زي إيه؟ زي لما اسحب عربية ناحيتي، لما اسحب الحبل، لما اسحب الشنطة ناحيتي عشان ارفعها. امتى الحاجة تتسحب معايا او امتى الحاجة تتحرك؟ قلنا لما يأثر عليها قوة، بس في شرط في القوة دي، لو في قوتين قد بعض بالظبط يعني قوة متزنة فالحاجة مش هتتحرك. لكن لو في قوة كتيرة وقوة قليلة فالحاجة هتتحرك، زي لعبة شد الحبل، لو في واحد لوحده وتلاتة بيشدوا قدامه هيتحرك ناحية التلاتة لأن القوة غير متوازنة، لكن لو واحد قصاد واحد والاتنين أقوياء زي بعض بالظبط فكده الحبل مش هيتحرك. يبقى شرط الحركة هنا إن القوة تكون إيه بالظبط، إن القوة تكون غير متوازنة. والأجسام بتتحرك لأن قلنا في قوة دفع وقوة سحب، فلما أنا برمي لك الكورة أنا دفعت الكورة، دي قوة دفع. طيب وفي أنت لقطتها، يبقى أنت مسكت الكورة بالقوة بتاعتك كمان. أثناء ما احنا بنعمل كده في قوة بتشد الكورة مننا وعايزة تاخدها هي كمان، الأرض عندها قوة الجاذبية ودي قوة سحب، عشان كده الأرض بتقدر تشد الحاجات ناحيتها. يبقى القوة بتخلي الأجسام تتحرك سواء بسرعة أو ببطء حسب قوة الدفع أو السحب، فبتأدي إن مكانها يتغير. فلو أنا شلت مثلاً
شنطة بتاعتي في قوتين، قوة الشد بتاعتي اللي أنا شديت بيها وقوة الجذب اللي الأرض بتشدني بيها. يبقى أنا لو عايز أعمل أي حركة لازم يأثر عليها قوة. إن شاء الله حتى لو أنا هطلع قمر صناعي للفضاء محتاج صاروخ، محتاجة قوة تكون غير متزنة عشان يقدر يتحرك ويهرب من الجاذبية الأرضية ويخرج بره كوكب الأرض ويروح القمر الصناعي، يروح لغاية الفضاء. لو أنا زقيت قليل فالحركة هتبقى قليلة، لكن لو زقيت كتير فالحركة هتبقى كمان كتيرة. في كمان قوة تانية بتأثر وانت طول الوقت بتحس بيها، هي قوة الاحتكاك. قوة الاحتكاك يعني في قوة بتحصل لما الجسم يبقى بيحتك بالأرض، ودي قوة مهمة جدا لأن هي اللي بتوقف الحاجات. لو مفيش قوة الاحتكاك العربية هتفضل ماشية وما تفرملش، والكورة هتفضل ماشية وما تقفش، والحاجات مش هتقف خالص. فقوة الاحتكاك بتأدي ان السرعة تقل وانها تقف. محتاجين نعرف 3 تعريفات مهمة. القوة يعني مؤثر يغير الطاقة ويحولها إلى ما يعرف ببذل الشغل. الطاقة هي القدرة على بذل الشغل أو إحداث تغيير، والشغل هو مقدار الطاقة اللازمة لتحريك جسم من خلال القوة المؤثرة عليه. شكرا ليكو.